رشيد وأشكر كل السوريين في كل مكان الذين استطاعوا بتضامنهم وإيديهم الواحدة اتخاذ موقف غير مسبوق تجاه ما جرى في الأيام الماضية. أهلنا في شمال سوريا عربا وأكرادا وتراكا، أهلنا في إدلب الخضراء الشماء، أهلنا في الساحل، وأهلنا في المدن والأرياف، في حماة البطولة وفي حمص النقية وفي دمشق الأبية. هؤلاء جميعا تكافلوا وتضامنوا في موقف غير مسبوق تجاه ما جرى، وأعلنوا عن موقف وطني نبيل. هذا الموقف كان لازما في وجه التعنت والاستعلاء الذي لا ينتهي. وأيضا شاركهم أهلنا في المخيمات، أهلنا في المغتربات وفي المنافي وفي ديار اللجوء والاغتراب. غالبهم اتخذوا موقفا واضحا حصل كان إنجازاً عظيماً، شارك الشعب السوري كله في صناعته، والتوق للحرية شيء لا يتوقف، شيء مقدس ولن يتوقف أبداً. كل ديكتاتور قبل أن يرحل بأسبوع بسنة بشهر يلقي خطاب احتضاره الأخير، وقد كان خطاب الاحتضار للنظام حاملاً لكل العقل السلطوي البعثي وحاملاً لكل أخلاقياته وقيمه ونفسيته. وأعانه في ذلك خطاب كهنوتي استغل قدسية المعابد لينشر من داخلها النفاق. هناك من يطرح أن هناك حرب أهلية بين السوريين، وهذا أمر غير صحيح أبداً. ليس بين السوريين حرب أبداً ولا تكون، فسوريا معجونة بالتسامح والمحبة والتراحم والخير، وما يحصل إنما هو عصابات تحمل السلاح وتتكلم بأسماء لقوى تحاول زعزعة كل شيء فيها. وها نحن على مفترق طريق وضع السوريون البارحة بصمتهم فيه وتشاركوا في موقف وطني عظيم، موقف من الظلم والاستعلاء والاستبداد، وأعلنوا أن التوق بالحرية، التوق للحرية لا يموت أبدا. سوريا بلد عظيم ولن يفرط بها أهلها. بلدنا معجونة بالخير، بالمحبة، بالتسامح، بالإمكانيات، وأنتم ترون أن السوريين يبدعون في كل مكان يذهبون إليه. أشير إلى أمرين الآن، أولهما موضوع التعليم، فلدينا جيل واسع من أحب الناس إلينا، من الواجب علينا أن نسعى بكل جهد لإزالة هذا التجهيل والجهل الذي وقع بهم. والأمر الثاني بناء المحاكمة الصحيحة عندنا، فوحده الجهل هو الذي يسمح لشعب أن يعيش تحت الظلم والاستبداد. ذلك سنقول بعد كل ليل بهيم هناك فجر صادق، أليس الصبح بقريب؟ بلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.